ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بجهة طنجة تطوان للسيدة والسادة النواب المحترمون من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السيدة الرئيسة. سؤال فريق الأصالة والمعاصرة يتعلق بظاهرة الهدر المدرسي ببلادنا عموما وبجهة طنجة تطوان على الخصوص. وكما تعلمون السيد الوزير، فإن هذه الظاهرة تشكل تحديا لمنظومتنا التربوية وتمس المجتمع بكل مكوناته. نريد اليوم أن نسائل الحكومة على شنو دارت باش تحد من هذا النزيف وشنو غادي تدير. شكرا سيد الوزير. شكرا الكلمة للسيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. بطبيعة الحال هذا الهدر المدرسي هو حقيقة مأساة، واللي يمكن نقول بأن الأسباب ديالو متعددة. هناك أسباب اللي هي راجعة بطبيعة الحال اللي قلته في السابق، هي اللي كيكونوا أطفالنا ما كيعرفوش يقراوا ويكتبوا، كيفاش بغيناهم باش ينجحوا في إعدادي، وطبيعة الحال ما كيتبعوش، كثير منهم كيغادروا، وكاين أسباب كذلك اجتماعية أخرى وهكذا. أما فيما يخص مدينة طنجة، نسبة الهدر المدرسي هي تقريبا نفس المعدل كنقولوا باقي الجهات. هذا اللي بغيت نقول لكم. وكاين هناك الى كنا نقولوا واحد النوع من التطور ايجابي بين سنه 2010 والسنه الحاليه، لان نسبه التمدرس تحسنت لا في الابتدائي لا في الاعدادي لا في الثانوي. ولكن انا كنشاطركم في هذا الاطار، باقيه هذه النسبه اللي هي مع الاسف باقيه هابطه. في الابتدائي كنوصلوا المعدل الوطني هو 95، ولكن في طنجه 87%. المعدل الوطني في الاعدادي 75% وفي طنجه 68%، والمعدل الوطني في التاهيلي 50% و 39%. بطبيعه الحال الحلول اللي كننظروا لها الان غادي تحسن الامور، ولكن غادي يلزم علينا باش نحسنوا الابتدائي قبل ما تحسن الاعدادي والثانوي. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعليق السيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير. انا تساءلت السيد الوزير لانه على الاجراءات ديال الحكومه بغينا رؤيه واضحه. المشاكل كنعرفوها كاملين، وكنعرفوا كذلك بانه كتنعكس حتى على الموارد الماليه ديال الدوله. الى خدينا غير على سبيل المثال الجهه ديال طنجة تطوان، وعرفنا بانه كاين 52% من الهدر المدرسي، معناه من اصل 128,000 تلميذ تابعوا دراستهم في التعليم الاعدادي والثانوي، كاين نصف ديالهم تكروا على الاقل لمده سنه. واذا كان المبلغ المالي اللي كيطلب منا كل تلميذ تقريبا 5000 درهم او اكثر، راه كاين تقريبا اكثر من 300 مليون ديال الدرهم. اذا كاين هدر للاموال، وكاين غياب رؤيه. حنا نتساءل عشنو هي الرؤيه ديال الحكومه بالارقام وبالمعطيات. عندنا اشكالات مطروحه في جميع جهات المملكه، واشكالات كتزاد عندما يتعلق الامر بالعالم القروي، خصنا نتعاملوا معاه بشكل خاص. الى ذكرنا على الشاون وعلى ذكرنا على الفحصان جرا ومجموعه الاقاليم اللي فيها الهدر المدرسي بشكل قوي، الناس كيتسالوا لانه شنو هو الدور ديال الحكومه؟ هو انه كتقدم حلول ورؤى وفق معطيات اللي كاينه، وفق واحد المنهجيه تشاركيه. شكرا للسيد النائب المحترم، انتهى الوقت. هل من تعليق اضافي؟ الكلمه للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا السيد النائب المحترم. الرؤيه الحمد لله الان كاينه، وكذلك الاجراءات كاينين. ودوزت نهار الجمعه ونهار السبت في طنجه مع اولا المجلس الاداري للاكاديميات ومع مجموعه كبيره من التلاميذ. شكرا سيدي الوزير، انتهى الوقت.